معظمنا شاهد فيلم كاستاوي للممثل الأمريكي توم هانكس الذي فقد فيه على جزيرة وظل بها وحيدا يحاول النجاة، لكن أن تكون أنت صاحب هذه القصة وأن يحدث لك مثل ما حدث لتوم في الفيلم وتفقد في عرض البحر بلا أي وسيلة اتصال أو ماء أو طعام، هذا أمر مخيف وكابوس لا يتمنى أحد أن يعيشه، مثل قصة هذين الرجلين الذين فقدا في المحيط الأطلسي لمدة 10 أيام كاملة. كيف واجهوا العواصف والرياح ودوامات المحيط؟ ترى ماذا فعلوا في تلك الفترة؟ وما الأشياء الغريبة التي رأوها وكيف تم إنقاذهم؟ سأحكي لكم في ملخص القصة. قصتهم هي أسوأ كابوس يمكن أن يمر عليك في أحلامك، فأن تفقد داخل المحيط الأطلسي لمدة 10 أيام ثم تكتب لك النجاة بعد ذلك، هذا أمر أغرب من الخيال ومعجزة حية. فقد شارك رجلان من ولاية نيوجيرسي الأمريكية قصتهما وما حدث لهما عندما فقدا في المحيط الأطلسي لمدة 10 أيام وأنقذتهما سفينة نقل عابرة. بدأت الحكاية أثناء محاولة الرجلين وكلبهما الإبحار من ولاية نيوجيرسي إلى ولاية كاليفورنيا، وبعد ذلك فقدا تماما في المحيط الأطلسي ونفذ الوقود والطاقة من القارب الخاص بهما، فأصبحا غير قادرين على الإبحار أو إرسال أي رسائل أو أي اتصال. وعندما هبت عاصفة شديدة جرفت قارب الرجلين بعيدا بمعدل 40 قدما وتركتهم في وسط المحيط الأطلسي بدون ماء أو طعام لمدة 10 أيام، لدرجة أنهم اضطر إلى قطع وصلات المياه في القارب وامتصاص المياه منها، واستمر بدون ماء لمدة 2 يومين كاملين قبيل العثور عليهما، وكان الأمر أشبه بمعجزة. أطلق خفر السواحل الأمريكي جهود بحث ضخمة امتدت لأكثر من 21,000 ميل مربع من أجل العثور على المفقودين، وعثر على الرجلين قبالة سواحل ديلاوير بواسطة سفينة نقل وهما يلوحان بأذرعهما وأعلام يرفعانها. بعد أن تم إنقاذهما قام الطاقم الطبي الموجود على متن السفينة الناقلة بتقييم حالتهما معا، ولم يكن لديه أي مخاوف بخصوص صحتهم، وتم إنقاذ الرجلين وكلبهم ويتمتعوا بصحة جيدة. وليست هذه الحالات الأولى للفقد في المحيط الأطلسي، فهذان الرجلان محظوظان حيث تتواجد حالات فقد سنويا لأشخاص في المحيط الأطلسي ويكون من الصعب للغاية إيجادهم، خصوصا في حالة وجود عواصف أو أمواج عالية تدفع السفن الصغيرة والقوارب إلى داخل المحيط، مما يسفر عن وجود مأساة وفقد. لكن هذان الرجلان كانا محظوظان للغاية، ويقال إن هناك أكثر من ثقب وأكثر من منطقة من الخطر الوصول إليها في المحيط الأطلسي، حيث فقد في الأعوام الأخيرة أكثر من 24 سفينة صغيرة ولا أحد يعلم ما هو مصيرها، وذلك بسبب الدوامات الموجودة داخله بعد أن أدخلتهم العواصف والرياح الشديدة إلى عمق الدوامات.